موفقين في جبرتكم دوما موفقين. ما عيش في لبنان وبرات لبنان يلي بيفكر انه بيقدر يشلم تيار المستقبل. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت تتابعونا من الميدان من تلفزيون المستقبل وفي العناوين. قتلى وإصابات في حريق كبير في مخيم للنازحين في البقاع. بكل الأحوال هذا حكي ما بيعبر عن موقف الدولة اللبنانية. الحريري يرفض استيراد حرس ثوري وميليشيات ويقول مسؤوليتنا تأمين الاستقرار والازدهار للبلد. عشرات القتلى والجرحى في سلسلة انفجارات في دمشق والنظام يعود استخدام غاز الكلور في زملكة. وفي النشرة تتابعون في الرياضة. مباراة نارية الليلة بين ألمانيا وتشيلي في نهائي كأس القارات لكرة القدم. سيطرت فرق الإطفاء على حريق كبير اندلع في مخيم للنازحين السوريين يقع بين بلدتي مكسي وقب الياس البقاعيتين، وقد أدى الحريق إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى، وأكدت القوى الأمنية العثور على جثتين حتى الآن، بينما تتواصل عمليات البحث عن ضحايا آخرين في أنقاض الخيم التي أتى الحريق على 80 منها. وللمزيد ننتقل عبر الهاتف إلى مراسلنا ربيع شنطف. ربيع، ما هي آخر المعلومات المتوافرة إليك حول هذه الكارثة؟ نعم، يعني طبعا هنالك تفاوت بمسألة عدد القتلى والجرحى بهذا الحريق الكبير الذي أتى على يعني مخيم النازحين السوريين في مكسي قرب قب الياس. أكثر من 80 خيمة بحسب معلومات تلفزيون المستقبل. وبالنسبة لعدد القتلى هنالك يعني وجدت 3 جثث بحسب ما أفدنا، وأيضا هنالك مفقودين ويتم البحث عن مسألة مصير هؤلاء. فيما يتعلق بما هو مؤكد هنالك جثة طفل للأسف في هذا الحريق الكبير. وطبعا يعني بالنسبة تمت السيطرة على هذا الحريق، ونحن نحاول الوصول إلى المكان وسنكون معكم بعد قليل بنقل مباشر بالصوت والصورة حين يجهز البث المباشر هنادي. شكرا لك ربيع شنطف، مراسل تلفزيون مستقبل من قب الياس في البقاع. وجه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تحية لأبطال الجيش اللبناني الذين قاموا بعملية ناجحة في محيط بلدة عرسال، راجيا الله حماية عرسال وكل لبنان. ورد الحريري على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من دون أن يسميه بالقول إن الشعب اللبناني قادر على أن يحمي أرضه بنفسه من أي عدوان إسرائيلي، ولا يحتاج إلى قوى خارجية أو ميليشيات مهما كانت جنسيتها. وقال في كلمة ألقاها خلال رعايته حفل تخريج طلاب في الجامعة الأنطونية، قال الانتخابات النيابية مقبلة واللبنانيون سيقولون بوضوح ما يريدونه. رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حفل تخريج طلاب الجامعة الأنطونية دفعة العام 2016-2017 في حرم الجامعة في بعبدة، وقد استهل كلمته التي ألقاها بتوجيه تحية لأبطال الجيش اللبناني الذين قاموا بعملية ناجحة في محيط بلدة عرسال وتمنى الشفاء للجنود الجرحى. وشدد رئيس الحريري على وجوب تأمين الاستقرار في البلد، مشيرا إلى أنه سعى إلى تحقيق هذا الأمر عبر اتخاذه قرارا بإنهاء الفراغ الرئاسي والعمل على إقرار قانون جديد للانتخابات. ما تتصوروا قديش تعبت بهذا القانون، يعني شيبني. وأنا بأكد لكم أنه هالتوافق مستمر وبيفتح الطريق لخطوات متسارعة حتشوفوها قريبا لتفعيل عمل الحكومة والمجلس النيابي وكل المؤسسات الدولة لتدعيم الاستقرار وتحريك عجلة النمو. هيدي مسؤوليتنا وماشيين فيها بإذن الله. الانتخابات جاية واللبنانيين واللبنانيات حيقولوا بوضوح إذا كان هيدا يلي بدهم إياه، يستوردوا معرفة ومهارات
ويصدروا خدمات ومنتجات، أو مثل ما عم يهدد البعض بهالأيام يستورد ميليشيات حرس ثوري. بكل الأحوال هيدا حكي ما بيعبر عن موقف الدولة اللبنانية، والشعب اللبناني قادر يحمي أرضه بنفسه ضد أي عدوان إسرائيلي، ما بيحتاج لأي قوة خارجية لأي ميليشيات شو ما كانت جنسيتها. وجدد الرئيس الحريري تأكيده أن حرية البلد تصان إذا تم تأمين فرص عمل للشباب وتحقيق النمو الاقتصادي. عندنا 47 جامعة ومعهد جامعي فيهم حاليا حوالي 200,000 طالب وطالبة، بيتخرج منهم 30,000 سنويا. انتو رأس مالنا البشري، انتو نفطنا الحقيقي، بس لنستخرجه ونستفيد منه لازم نطابقه مع حاجات السوق، حاجات الاقتصاد الجديد. وفي ختام الكلمة تسلم رئيس الحريري ريشة الذهبية عربون تقدير من الجامعة الأنطونية. رئيس الجامعة الأب جيرمانوس جيرمانوس دعا في كلمته الوزارات المختصة إلى تنظيم سوق العمل من خلال قوانين تبدد حيرة المتخرجين الجدد. وكان الحفل تضمن أفلاما وثائقية عن الجامعة ومقاطع موسيقية، بالإضافة إلى كلمة للطالب المتخرج جاد وكيم. يذكر أن عدد خريجي الدفعة بلغ 550 طالبا. استذكرت بلدة القاع الحدودية شهداءها الذين قضوا العام الماضي، والكلمات تشيد بتصدي الجيش والقوى الأمنية للمجموعات الإرهابية. استذكارا لشهداء بلدة القاع الحدودية الذين سقطوا العام الماضي جراء تفجيرات الإرهابية، أقيم قداس في كنيسة ماريلياس ترأسه راعي أبرشية بعلبك الهرمل للروم الكاثوليك المطران الياس رحال، في حضور الوزير ميشيل فرعون ممثلا رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ميشيل عون وسعد الحريري وعدد من الوزراء والنواب والشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية. واليوم نكرم عددا كبيرا من شهداء أهل القاع، بلدة الشهداء، بلدة العنفوان، بلدة الكرامة. لن نترك هذه الأرض، إن كان أرض القاع أو أرض منطقة بعلبك الهربل. أنتوا بعدكم موجودين معنا بكل لحظة بقلبنا بروحنا. وبعد القداس ألقى رئيس بلدية القاع بشير مطر كلمة استذكر فيها تاريخ البلدة الحافل بالتضحيات. تاريخ ميات من الرجال قاتلوا وناضلوا وانجرحوا وانصابوا، دافعوا عنا وساهموا بحماية لبنان وبقي لبنان. ب 28 حزيران سنة 78 بعد ما تركنا السلاح ونمنا وبوابنا مفتوحة، صار عندنا جيش رسمي نظامي بيقولوا له شقيق، دخل على لبنان كقوة ردع طيفرض الأمن والأمان. تاري أمن نظام الأسد طلع أمن جبان أمن غدار، غدر ب15 شاب من شباب القاع وب5 من شباب جديدة الفاكهة وب6 من رأس بعلبك. كما كانت كلمات لأهالي الشهداء أثنت على الدور البطولي للجيش اللبناني وللأجهزة الأمنية كافة في مكافحة الإرهاب. رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أثنى بدوره على جهود الجيش في التصدي للإرهاب، ودعا خلال جولة له في جزين لليوم الثاني على التوالي إلى مواجهة النزوح بجرأة. اعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن تسلل الإرهاب إلى العقول والنفوس أخطر من تسلله إلى مناطق جغرافية، منوها بجهود الجيش في التصدي للإرهاب. كلام باسيل جاء خلال لقاء عقده مع اتحاد بلديات جبل الريحان في مركز حسينية عرمتة إثر جولته في قضاء جزين لليوم الثاني. بس الخطر الثاني يلي ما بقى فينا كمان نغض النظر عنه، ويلي عم يستعمل النزوح مثل ما نبه، الإرهاب يتغطى بالنزوح، علينا مواجهة النزوح بجرأة وبقرار حاسم من الدولة ومن الحكومة اللبنانية، إنه نحن ما فينا ننتظر السياسات الخارجية تتغير وتتقتنع إنه عودة النازحين السوريين إلى وطنهم بسوريا ممكن إنها تتم وتبلش قبل الحل السياسي.
وكان باسيل قد استهل جولته بلقاء في منطقة عراي، بعدها افتتح مكتبا للتيار الوطني الحر في منطقة العيشية، وليل السبت رعى حفل إطلاق مشروع البلدية الذكية في جزين ممثلا رئيس الجمهورية ميشيل عون بحضور النائب بهية الحريري، ممثلة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ومشاركة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين، حيث أثنى باسيل على النموذج الذي تعطيه جزين في قدرة الوصل، وقال هذا الشيء يجب أن تقدمه جزين بوجود النائب بهية الحريري في ظل قانون الانتخاب الجديد. البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي طالب الحكام عندنا بأداء واجبهم الذي يكبر ويتشعب بتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والأمنية بسبب مليوني نازح ولاجئ. كلام الراعي جاء خلال ترأس قداس الأحد في بكركي. نطالب الحكام عندنا بإداء هذا الواجب الذي يكبر ويتشعب بتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والأمنية بسبب المليوني نازح ولاجئ المضافين إلى سكان لبنان 4 ملايين، وبسبب تعاظم الدين العام وعجز الخزينة وتبديد المال العام بالفساد والسرقات. ونطالب حكام الدول في الأسرتين العربية والدولية بواجب إيقاف الحروب في سوريا والعراق واليمن وفلسطين وسواها. وفي النشرة بعد الفاصل، المهلة الخليجية لقطر تنتهي مساء اليوم وعقوبات جديدة محتملة. أهلا بكم من جديد. بعدما عمد النظام السوري إلى إزالة بعض الحواجز الأمنية من العاصمة وبشكل مفاجئ بالأمس، وقعت 3 هجمات انتحارية في دمشق ما أدى إلى مقتل 19 شخصا وجرح العشرات. واليوم عاود النظام قصفه بغاز الكلور السام لبلدات واقعة تحت سيطرة المعارضة في ريف دمشق. عشرات القتلى والجرحى في 3 تفجيرات انتحارية استهدفت العاصمة دمشق في خرق أمني جديد لأمن النظام. التلفزيون الرسمي التابع للنظام أشار إلى أن الجهات الأمنية استهدفت سيارتين مفخختين بالمنطقة الصناعية قبل دخولهما المدينة من عقدة المطار. أما السيارة الثالثة فتمت ملاحقتها ومحاصرتها في ساحة التحرير، فقام الانتحاري بتفجير نفسه ما أسفر عن سقوط ضحايا. وتزامنت هذه التفجيرات مع سقوط قذائف عند دوار البيطرة المؤدي إلى مطار دمشق الدولي، ما تسبب في شلل حركة المرور بالعاصمة بعد يوم فقط من إزالة الحواجز الأمنية التابعة للنظام. وللمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة عاود نظام الأسد قصف منطقة زملكة بغاز الكلور، وكان القصف الأول أدى إلى إصابة أكثر من 30 مقاتلا من فيلق الرحمن التابع للمعارضة عند أطراف بلدة عين ترمى بريف دمشق. بدورها نفت موسكو اتهام قوات النظام باستخدام أي سلاح كيماوي، فيما اعتبر النظام أنها أخبار ملفقة، زاعما أنه لم يستخدم هذه الأسلحة سابقا ولن يستخدمها لأنه لم يعد يمتلكها على حد قوله. وفي غرب دير الزور أفيد عن تدمير طائرة مروحية تابعة لقوات الأسد غرب المشفى الوطني، وفيما تواصلت الاشتباكات بين تنظيم داعش الإرهابي وقوات سوريا الديمقراطية داخل مدينة الرقة، استهدف طيران التحالف الدولي سوق الهال الجديد بالمدينة بعدة غارات جوية. وفي العراق ساعات ويعلن النصر النهائي وتحرير مدينة الموصل بالكامل من قبضة داعش، والمرصد العراقي يناشد الحكومة إنقاذ آلاف المدنيين الذين ما زالوا عالقين حتى الآن في أحياء يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي.
باتت قوات الشرطة الاتحادية العراقية على قاب قوسين أو أدنى من إنجاز مهامها القتالية وإعلان النصر بعد وصولها إلى شارع النجيفي وباب السراي وشارع غازي وسوق الأربعاء آخر معاقل الجماعات الإرهابية في المحور الجنوبي للمدينة القديمة. وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت إن داعش اندحر تماما وسندخل المنطقة المتبقية تحت سيطرته في غضون ساعات. المرصد العراقي لحقوق الإنسان أكد أنه تلقى اتصالات عدة من الموصل القديمة تفيد بوجود العشرات من الجثث تحت الأنقاض في مناطق محررة وأخرى غير محررة داخل المدينة. وقال المرصد في تقريره إن آلاف المدنيين ما زالوا عالقين حتى الآن في أحياء يحتلها داعش داخل الموصل، وأن التنظيم المتطرف لم يسمح لأي من تلك العائلات بالخروج والوصول إلى القوات الأمنية العراقية، بل يصحبهم معه أينما فر. وسط هذه الأجواء كشف الجيش الأمريكي لأول مرة دوره في معركة الموصل، والذي تركز حول ضبط سير العمليات والعمل على تفادي حوادث إطلاق النار الصديقة بين القوات العراقية، فضلا عن دعمه المدفعي والجوي. إلى ذلك تراجع وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي عن وصفه عناصر داعش المعتقلين بأسرى حرب، مؤكدا أنه لم يكن يقصد المعنى الحرفي للمصطلح. واعتذر الحيالي في بيان نشرته وزارة الدفاع العراقية للشعب العراقي عن اللبس الذي حصل في كلامه عن معاملة عناصر داعش، واصفا إياهم بالقتلة الذين لا يخضعون لبنود واتفاقيات الأمم المتحدة. تنتهي مساء اليوم مهلة العشرة أيام التي أعطتها الدول الخليجية لقطر لتنفيذ سلة من المطالب وتسريبات عن قائمة عقوبات جديدة يتم البحث بها للرد على الدوحة. ساعات حاسمة في مسار الأزمة الخليجية العربية القطرية مع انتهاء الموعد المحدد للرد على سلسلة المطالب المقدمة. وفيما جدد وزير خارجية قطر من الولايات المتحدة دعوته للتفاوض معتبرا أن المطالب وضعت لترفض، تدرس الدول الخليجية سلسلة عقوبات جديدة قد تواجهها قطر وسط تسريبات عن قائمة عقوبات تبحث للرد على الدوحة. من جهته أشار المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي إلى أن قطر ما زالت مصرة على زعزعة أمن السعودية ودول المنطقة ودعم الإرهاب. وقال المعلمي أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر اتخذت قرارا سياديا بمقاطعة قطر، وذلك حفاظا على ضبط الأمن في المنطقة والضغط على الدوحة لوقف دعم الإرهاب. وأضاف أن قطر اختارت أن تكون إيران حليفا لها واستمرت نحو 20 عاما بدعم الجماعات الإرهابية مع علمها بما يخططون له ضد دول المنطقة. في المقابل يدور حديث أمريكي عن إمكان إعلان وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون عن خطوات تتخذها الدوحة يوم الاثنين تفتح الباب لمفاوضات بين الأطراف. وكشف موقع ديلي بيست الأمريكي أن من بين المقترحات التي عمل عليها وزير الخارجية الأمريكية لحل الأزمة تضمنت وضع مسؤولين من وزارة الخزانة الأمريكية في المصرف المركزي القطري كمستشارين تقنيين. أما الاقتراح الثاني فيتناول إعادة هيكلة قناة الجزيرة وتعيين مجلس إدارة لجعل الجزيرة العربية أقرب إلى شقيقتها الإنجليزية من حيث المضمون. ومع حلول الموعد النهائي لقبول الدوحة قائمة المطالب، تراجعت سوق الأسهم القطرية في التعاملات المبكرة، حيث سجل مؤشر بورصة الدوحة انخفاضا لمس 4% بحسب وكالة رويترز. وتتابعونا في نشرة من الميدان بعد الفاصل. بيروت تحتفي بتاريخها العريق. أهلا بكم من جديد إلى نشرتي من الميدان، وقد تابعتم فيها قتلى وإصابات في حريق كبير في مخيم للنازحين في البقاع. الحريري يرفض استيراد حرس ثوري وميليشيات ويقول مسؤوليتنا تأمين الاستقرار والازدهار للبلد. عشرات القتلى والجرحى في سلسلة انفجارات في دمشق، والنظام يعاود استخدام غاز الكلور في زملكة. في بيان صادر عنها، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن القطاعات المعنية في قوى الأمن تمكنت حتى الآن من توقيف 75 شخصا من مطلقي النار إثر صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة ليبروفي. من جهة أخرى، أعلنت قوى الأمن أنها أوقفت زوج المغدورة مؤمنة مسلم وهي سورية وجدت جثة هامدة قبل يومين في منزلها في سوق الغرب.
وقد اعترف بإقدامه على قتل زوجته بسبب شجار بينهما، وذلك بواسطة سلاح حربي من نوع بومب أكشن. أثارت الإجراءات الأمنية في بعلبك جوا من الارتياح على أبواب انطلاق مهرجانها الدولي بعد أيام. تقرير ناهد يوسف. مدينة تنبض بالحياة، قلبها يخفق بحركة أهلها الذين لم يستسلموا لقوى الأمر الواقع، بل تصدوا لما أحيك لها بثقتهم بالدولة. وها هي الإجراءات الأمنية ترجمت استقرارا في بعلبك وازدهارا في أسواقها، كما يشير رئيس جمعية تجار بعلبك الوسط التجاري حسين عواضة، الذي شكر كل من وزير الداخلية والبلديات ومدير عام قوى الأمن الداخلي على جهودهما الأخيرة في توقيف مطلقي النار في اليومين الأخيرين. الوضع جيد جدا مثل ما نكون شايفين، بعلبك أمن وأمان، الحركة السوق الحمد لله عظيمة، ونحن هلأ أبواب مهرجانات دولية، البلد فيها أمن، الأمن عظيم جدا. المشاكل عم تسمعوا عنها بالأعلان، هيدي بتصير بأي منطقة بلبنان. إذا بيصير قصة بالهرمل بيقولوا بعلبك الهرمل، بدك تيجي تروحي من هون للهرمل مثل بعلبك لبيروت المسافة، بيقولوا بعلبك الهرمل. في 10-15 أزعر بالمنطقة، ليخربوا منطقة مثل ما هي أكيد في غطاء سياسي عليهم. الاستقرار الأمني انعكس توهجا على هذه الأعمدة التي تستعد لاستقبال الآلاف بعد أيام خلال مهرجانات بعلبك الدولية. التحضيرات اللوجستية والأمنية جاهزة، يبقى حضور الزائرين والاستمتاع بهذا المهرجان التراثي الأول الذي يبدأ في 7 من تموز ويستمر حتى 15 من آب. كله جاهز وعنا عم نحضر على قدم وساق، وصار الموجود المسرح والستيج والتاورز وكل الإضاءة والصوت عم يجهز. بندعي كل اللبنانية لحتى يجوا يستمتعوا بطقس بعلبك وبالقلعة العظيمة وبالمهرجان الأول. ومثل ما شفنا تنقلنا بكل البلد والأمن الموجود والتحضيرات الأمنية تجهيزات كله ممتاز وكله ما في مشاكل أبدا، والطرقات مفتوحة والترانسبورت مأمن. وفيما تحتفل بعلبك بمرور 56 عاما على الفولكلور اللبناني، فهي تجدد نبذها لثقافة الموت وتمسكها بإرادة الحياة. استقرار أمني في بعلبك أرسته جهود القوى الأمنية مع تعاون الأهالي الذين يشددون على ضرورة رفع الغطاء عن كل مخل بأمن مدينتهم. من بعلبك ناهد يوسف، تلفزيون مستقبل. وبالعودة إلى الحريق الكبير الذي اندلع في مخيم للنازحين السوريين بين بلدتي مكسي وقبلياس البقاعيتين، ولمعرفة المزيد عن هذه المأساة ننتقل مباشرة إلى ربيع شنطف الموجود هناك على الهواء. إذن ربيع، ما هي آخر المعلومات المتوفرة؟ هل تمت السيطرة على الحريق بالكامل؟ وما هو حجم الأضرار سواء البشرية أو المادية؟ يعني هنادي، طبعا المخيم كله يمكننا القول أنه للأسف احترق. يعني هذا هو المشهد مباشرة على الهواء من هنا من هذا المخيم. طبعا أتى الحريق على أكثر من 100 أو حوالي 100 خيمة يقطنها أكثر من 700 شخص من النازحين السوريين. فيما يتعلق بالمعطيات، معطيات الضحايا، هنالك مفقودين لم يتم يعني إجراء إحصائية كاملة حول عدد القتلى والجرحى. فيما يتعلق بمسألة ما هو مؤكد، هنا تتحدث بعض المصادر عن 3 قتلى، إذ وجدت 3 جثث بحسب ما أفيد، ولكن المؤكد أكثر أنه للأسف هنالك جثة تعود لطفل في هذا المخيم. طبعا هنالك يعني حالات إسعاف، الصليب الأحمر والدفاع المدني والهيئات الإغاثية تقوم بدورها منذ وقوع هذا الحريق، وهذه الأمور مستمرة حتى اللحظة. للاستفسار أكثر عما جرى يكون مع مباشرة على الهواء مع السيد عمر جنون، وهو مسؤول اتحاد الإغاثية في منطقة البقاع. أول شيء يعني شو صار بالضبط؟ نحكي عن موضوع الطقس، هل هالشيء دقيق أم هنالك أمر آخر؟
اللي حصل انه حوالي الساعة 11:30 صباحا احدى العائلات كانت بتقوم باعداد الطعام باحدى الخيام، فاللي حصل انه اندلعت نيران وادت هاي النيران الى التفاقم وجرد غاز انفجرت داخل الخيمة، وطبعا الهواء جاي باتجاه باقي الخيام مما ادى الى احتراق العديد من الخيام، وبسبب تأخر الدفاع المدني بعض الشيء وبسبب الحرارة المرتفعة أتت الحرائق على جميع الخيام في المخيم. الأهالي بدأت بالخروج من المخيم بشكل عاجل وبشكل سريع. شو مصيرهم للنازحين هلأ هون؟ مثل ما شفت المخيم يعني الخيام كلها محترقة بشكل كامل، حتى للأسف العديد من الأوراق الثبوتية ومن الاحتياجات الأساسية من فرش من ملابس من عدة إعداد طعام عدة المطبخ وكل هالمسائل احترقت. الأهالي توجهوا برا المخيم، حالياً نحن شغالين مع باقي الجمعيات أنه نأمن الاحتياجات الرئيسية للأهالي بالإيواء كإيواء مؤقت، المياه الشرب بعض الأطعمة والتغذية، وغداً إن شاء الله صباحاً بتحضر العيادة النقالة الموبايل كلينيك اللي تابع لاتحاد جمعيات الإغاثية ستبدأ بإعانة الأهالي وبتقديم العلاج الصحي. سيد عمر كنت عم تقلي أنه هونيك علي لو بناخد خد هيدا المشهد يمكن هونيك يصير المخيم الجديد؟ نعم. هيدي الأرض شويش المخيم، وصاحب الأرض المخيم الثاني حكوا مع صاحب الأرض وبدوا نبدأ بإعدادها كمخيم مؤقت من أجل إيواء الأهالي. نعم. بالنسبة ل يعني وزارة الشؤون قلت لي كمان تحركت وشؤون النازحين يمكن؟ طبعا من بداية ما حضرنا للمكان وبدأت وسائل الإعلام تتحدث أنه في حريق، كنا من أوائل الناس اللي حضرت، كان في الصليب الأحمر، كان في جهاز الإغاثة والطوارئ بالإضافة للعديد من المؤسسات، الدفاع المدني حضر بشكل مستمر، أيضا في جرافات لمؤسسات الغد الأفضل، وإضافة إلى هيك صار في نوع من الفوضى، فحضرت القوى الأمنية والجيش اللبناني وعملوا على ضبط الأمور، على ضبط الوضع وتنظيم الأهالي، وحتى ما يخلوا الأهالي اللي عندهم مفقودين يفوتوا على الحرائق ويتضرروا. بالنسبة للمفقودين يعني كنا حكينا انه في بعد ما في احصائية كاملة لعدد القتلى، الجرحى كلهم تم مداواتهم؟ نعم. المؤكد عندنا في جثة طفلة عمرها حوالي 1.5 سنة قاموا مسعفين جهاز الإغاثة والطوارئ بانتشالها ونقلها إلى إحدى المستشفيات، كما المؤكد عندي أيضا 7 حالات بين إغماء وبين بعض الحروق قاموا بإسعافها إلى المستشفيات القريبة، وأمن الداخلي كان بأكد أنه في بعض الجثث بانتظار الفريق الشام بالضبط بانتظار الجنائية تجي تكشف على الجثث المتبقية. أهلا وسهلا سيد عمر. إذا يعني هنادي قبل أن أسلمك الهواء سأعطيك صورة أخيرة من هنا من هذا الموقع، يعني كما نشاهد النيران أخمدت ولكن للأسف كل الخيام قد أتت عليها النيران، ويعني كما ذكرنا سابقا هنالك حوالي 100 خيمة موجودة في هذا المكان كلها باتت محترقة بما فيها من مواد يستخدمها النازحون السوريون. طبعا منذ اليوم سيتم البدء بإعداد مخيم آخر لإيواء مئات النازحين الذين بمعظمهم يتواجدون في منطقة قريبة من هنا بدعوة من الجيش والقوى الأمنية بضرورة الوجود والمكوث في أرض قريبة ريثما يتم إعداد المخيم الجديد. إذن الإحصائية يعني هنالك تفاوت بالأرقام التي أعطيت، ولكن ما هو مؤكد أن هنالك عدد من القتلى والمصابين وليست هنالك إحصائية يعني أخيرة، وننتظر هذه الإحصائية لمعرفة هذا الأمر وأسباب الحريق. كما ذكرنا هنالك يعني احتراق وانفجار لجرة غاز داخل إحدى المخيمات إحدى الخيام حيث كان يتم طهي الطعام، وطبعا الطقس ساهم مساهمة سلبية بأن أتت النيران على كل الخيام هنا هنادي. شكرا لك ربيع شنطف من قطب الياس على هذه المعلومات. نتابع النشرة، حيث تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة مؤتمرا في 11 من الجاري في إطار خطتها لتحريك عجلة النمو وتطوير الاقتصاد. تقرير باسل الخطيب.
في خطوة تهدف منها وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنظم مؤتمرا في بيروت بعنوان حاجاتكم هي تحدياتنا. حاجاتكم هي تحدياتنا. Your needs our challenges. فمن هالمنطلق مثل ما بنعرف نحن انه المؤسسات الصغيره والمتوسطه بتشكل بلبنان ما بين 90 إلى 92% من المؤسسات العامله بلبنان، وبالتالي هي بتشكل 90 إلى 92% من اقتصاد لبنان، من وهي اللي بتخلق فرص العمل. مدير عام وزاره الاقتصاد والتجاره علي عباس تقول للمستقبل ان هدف الوزاره ليس فقط حمايه المستهلك والملكيه الفكريه، على الرغم من اهميه هذين الموضوعين، لكن على الوزاره ان تلعب دورها الاساسي بتحريك عجله النمو الاقتصادي وتطوير الاقتصاد. طبيعي ما راح يكون في شغل بتنعمل بيوم وبيومين، هذه خطه بدها تكون متوسطه وطويله الامد، بس انا بعتبر انه كل ما تطورنا نقطه او نقطتين هو اللي لازم ندوبلهم، لانه احسن ما نتاخر، لانه اذا بقينا محلنا كانه عم نرجع لورا. احنا الهدف الاخر انه المؤسسات الصغيره والمتوسطه تتحول لمؤسسات متوسطه كبيرة تتطور عبر عدة خطوات رح تباشر فيها وزارة الاقتصاد. وهناك مشاريع بدأت الوزارة بالقيام بها، منها جوب كرييشن أو خلق الوظائف بالتعاون مع البنك الدولي، انطلق من طرابلس وانتقل ليتحول إلى مشروعا وطنيا في كافة مناطق لبنان، وهو ممول من البنك الدولي بقرض ميسر. عم نكتب مشروع قانون صار بمراحله النهائية لتحفيز هالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إعطاء بعض الحوافز لحتى تقدر تنافس بالأسواق. الشغلة الثالثة عم نشتغل على تشجيع الصادرات وتطوير الصادرات، عم نشتغل على عدة محاور هون، عم نشوف شو السلع اللي عندها بوتنشل تتصدر. من التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر أيضا مذكرات تفاهم لتبسيط الإجراءات في المرفأ والإجراءات الإدارية والتراخيص والتنسيق مع جهات دولية للاستحصال على مساعدة تقنية للمصانع. الصعوبة بتصدير السلع اللبنانية هي الكلفة العالية للإنتاج، فما فيها تنافس بالأسواق العالمية. يمكن نحن كمان فينا نشتغل على مساعدة فنية وتقنية لهالمصانع ليصيروا يقدروا ينتجوا بدون هدر كبير بكلف أقل. بالإضافة لأنه كمان الشغل الثاني اللي هلأ بدنا نبلش نشتغل عليها هي الطاقة البديلة. إذن وزارة الاقتصاد والتجارة تبدأ بلعب دورها الأساسي بتحريك عجلة الاقتصاد، ومؤتمر حاجاتكم هي تحدياتنا في 11 تموز حتما ستستفيد منه الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أكدت النائب بهية الحريري أن الخميرة التي وضعها لنا الرئيس الشهيد رفيق الحريري منذ تأسيسه مؤسسة الحريري ستكمل لمئات السنين. كلام الحريري جاء خلال استقبالها تلامذة مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري في دارتها في مجد اليون. حاملين سنابل حصادهم من الشهادة المتوسطة الرسمية نسبة نجاح 100% ومرتبة ثالثة على صعيد الجنوب وسابعة على صعيد لبنان وعشرات الدرجات المتميزة، أهدى تلامذة مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري تفوقهم لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مجددين العهد لشقيقة الرئيس الشهيد النائب بهية الحريري على الاستمرار بطريق التميز العلمي. الحريري وفي كلمة ألقتها في دارة مجد اليون خلال اللقاء الذي عقد أكدت أن الخميرة التي وضعها لنا الرئيس الشهيد رفيق الحريري منذ تأسيسه لمؤسسة الحريري ستكمل لمئات السنين. هيدا البلد حماة الله طبعا بالدرجة الأولى، بس اللي ساهم بتقصير فترة الحرب الأهلية واحد اسمه رفيق الحريري، لأنه حتى أمل للشباب من 79 بدل ما يروحوا يحملوا سلاح، واللي هلا عم نعاني منه كتير كلكم بتعرفوا، عطاهم فرصة ليروحوا يتعلموا. بنفس الوقت قدر يبعد الجيل الجديد والشباب عن العزلة وعن التطرف، وهيدي القاعدة بالأمم المتحدة بسموها صاروا حريري تشويس، خيار الحريري بالتعليم لحل النزاعات، فممكن فرد يغير. كما ألقيت كلمات لكل من المشرف العام نبيل بواب ورئيس لجنة الأهل طارق أبو زينب وللطالب المتفوق سليم حشيشو. بيروت تستعيد ذكرياتها وتاريخها العريق من خلال مهرجانات بيروت الثقافية.
عروض خيالية واحترافية في التنظيم، هو وصف كل من حضر مشهدية بيروت وتاريخ العاصمة العريق من خلال مهرجانات بيروت الثقافية المقامة في ميدان سباق الخيل. مهرجانات بيروت الثقافية وبلدية بيروت تابعتا المهمة التي بدأت العام الفائت، وهي كتابة تاريخ العاصمة ولبنان بالتقنيات البصرية والسمعية الحديثة. انك تشوف اكبر شاشة بالعالم حقيقة، وركضنا عضنا قدام غلطنا، كان لازم نقعد ورا. يعني انتاج رائع جدا جدا جدا، يعجز اللسان عن الوصف، فعلا عمل جبار. الله يبارك بكل شخص اشتغل بهالمهرجان، وانا بطلب من كل، مش البيارتي، من كل اللبنانيين يجوا يحضروا هالعمل وباسرع وقت، لانه لن يتكرر. يعني انا باري بالعالم كله بس هيك بروجرام ما شفته، شيء خيالي. انا اول مره بحضر هالمهرجان بس شيء حلو، لازم يعني خاصة ببيروت لازم يضلوا يعملوا مثل هالأشياء. مهرجان كتير حلو وموفق ومهضوم كتير، رجعنا لأيام بيروت القديمة. بيروت أم الشرائع. بس المشهدية عرضت على شاشة سجلت رقما قياسيا في كتاب جينيس للأرقام القياسية كأكبر شاشة عرض مجسم ثلاثي الأبعاد في العالم. وتتابعونا بعد الفاصل. المنظمات الإنسانية تدق ناقوس الخطر في اليمن. أهلا بكم من جديد. في اليمن تتقدم القوات الشرعية في محافظة الجوف، والمنظمات الإنسانية تحذر من تفاقم وباء الكوليرا في اليمن. هجوم مباغت للجيش الوطني باليمن سيطر بنتيجته على موقع غربي معسكر الخنجر في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف. وقالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش شنت هجوما مباغتا على مواقع الميليشيات الانقلابية في أبرق غضب وتمكنت من استعادته. ولقي عدد من أفراد ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مصرعهم، كما قتل 2 من الجيش الوطني وأصيب 3. إلى ذلك تواصل الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني نزع الألغام التي زرعتها الميليشيات المتمردة في المناطق المحررة شمال غربي صرواح. وتتركز عملية نزع الألغام في وادي الملتقى الفاصل بين مركز مديرية صرواح وجبال هيلان. وفي الجنوب شنت طائرات أمريكية من دون طيار سلسلة غارات استهدفت معسكرا يسيطر عليه عناصر من تنظيم القاعدة بمحافظة أبين. أما إنسانيا فحذرت المنظمات الإنسانية من تفاقم الكوليرا في اليمن، كاشفة عن هوة واسعة بين الإمكانات والقدرات المتاحة وبين تزايد أعداد الإصابات اليومية. وقال ممثل الصحة العالمية في اليمن أن الوباء المستمر في التوسع في المحافظات اليمنية وصل إلى حضرموت شرق اليمن، لافتا إلى أن الوباء بات يشكل خطرا حقيقيا على حياة ملايين اليمنيين. من جانبه أوضح القائم بأعمال ممثل اليونيسف في اليمن أن الوضع خطير، وكل دقيقة واحدة يتم البلاغ عن إصابة جديدة. وإلى مصر، حيث أصدرت محكمة جناية القاهرة حكم الإعدام بحق 20 شخصا في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد من الشرطة، وذلك في عقاب فض اعتصامي رابع العدوية والنهضة والمعروفة إعلاميا بمذبحة كرداسة. وكانت المحكمة المصرية التي وجهت حكم المؤبد إلى 80 آخرين في القضية نفسها أحالت ملف المتهمين 20 إلى مفتي مصر شوقي علام لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من كوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من بينهم النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار. وذكرت الجبهة، وهي ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان أن الاعتقالات شملت إضافة إلى جرار الناشطة ختام السعافين والأسير المحرر إيهاب مسعود وعددا من الناشطين. وعلى الجانب الآخر، قال الناطق باسم جيش الاحتلال أن اعتقال خالد جرار جاء على خلفية تورطها بنشاطات على حد زعمه.
أفرجت السلطات الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت من سجن في مدينة الرملة قرب تل أبيب مع وضعه تحت المراقبة، وذلك بعدما أمضى 16 شهرا لإدانته بالفساد. ولم يدلي أولمرت الذي كان يرافقه حارس حكومي بأي تعليق لصحفيين أثناء مغادرته السجن. وكان أولمرت أدين في العام 2014 بقبول ريشة من مطوري عقارات عندما كان رئيسا لبلدية القدس قبل أن يصبح رئيسا للوزراء وزعيما لحزب سياسي ينتمي لتيار الوسط. أصيب 17 شخصا في إطلاق نار في ملهى ليلي في ولاية أركنساس في جنوب الولايات المتحدة، وتعرض بعض الضحايا للدهس بسبب التدافع إثر سماع دوي إطلاق النار في الملهى بحسب ما أفاد تلفزيون محلي. وقالت شرطة المدينة إنها لا تعتقد أن الحادث ناجم عن إطلاق نار أو مرتبط بالإرهاب، وتابعت أن ما حصل يبدو أنه شجار في حفلة، ولم تكشف الشرطة أي أسماء أو معلومات عن مشتبهين بهم. إلى الرياضة بعد الفاصل. وفيها ديوغوفيتش يحرز لقب بطولة إيستبورن المفتوحة للتنس. أهلا بكم من جديد. الأخبار الرياضية مع هبة زيدان. مساء الخير. نبدأ أخبارنا مع بطولة كأس القارات 2017 بكرة القدم، والليلة مباراة مرتقبة ونارية، وطبعا هي المباراة النهائية بهالبطولة بين ألمانيا وتشيلي. التفاصيل بالتقرير التالي. تتجه الأنظار الليلة إلى سان بيترسبورغ حيث تختتم بطولة كأس القارات 2017 بالمباراة النهائية يلي رح تجمع ألمانيا بطلة العالم بتشيلي بطلة أمريكا الجنوبية بمواجهة تحمل أهداف مختلفة بالنسبة للطرفين، واللقب هو السبيل الوحيد لتحقيقها. وبتسعى ألمانيا إلى التأكيد بأنه جيلها الجديد قادر على تحمل المسؤولية، حيث استغل المدرب يواكيم لوف كأس القارات لضخ دماء جديدة بتشكيلة أبطال العالم قبل مونديال الروسي 2018، واعتمد على تشكيلة رديفة ما بتضم سوى 3 لاعبين من يلي توجوا باللقب العالمي. وإذا كان الألمان عم يبحثوا عن التجديد وعن جيل جديد قادر على خلافة أبطال مونديال 2014، فإن المنتخب التشيلي بيسعى للتأكيد بأنه أصبح بين الكبار على الساحة العالمية. وأصبح منتخب تشيلي على بعد مباراة واحدة من إحراز لقبه الثالث بثلاث أعوام ببلوغه النهائي بأول مشاركة له بالبطولة بعد فوز الأربع الماضي بركلات الترجيح على البرتغال بطلة أوروبا. ورح تحاول تشيلي الذهاب حتى النهاية وإحراز لقبه الثالث بغضون ثلاث أعوام، ثم المراهنة على مقارعة الكبار على اللقب العالمي عندما بتستضيف روسيا المونديال الصيف المقبل. والجدير بالذكر أيضا أنه كانت قد توجت تشيلي بلقب كوبا أمريكا مرتين على التوالي بنفس التشكيلة تقريبا، وهي اللي عم بتخوض كأس القارات 2017 بلاعبين أصبحوا بيتمتعوا بالخبرة الكافية بالبطولات العالمية، وعلى رأسهم الحارس برافو وأليكسيس سانشيز وفيدال يلي فرض نفسه بقوة بوسط ملعب بايرن ميونخ وأحرز ثلاث ألقاب بموسمين معه. من جهة أكد يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا أن المواجهة المرتقبة اليوم أمام تشيلي راح تتسم بالقوة والسرعة بنهائي بطولة كأس العالم للقارات. وقال لوف لحساب المانشافت الرسمي: علينا تقديم مستوى عال من الناحية الفنية والبدنية في المباراة. وأضاف: نحن سعداء لإحراز الماكينات الألمانية بطولة أمم أوروبا تحت 21 عام، وقد وجهت رسالة تهنئة لهم على هذا الفوز الرائع. وأنهى قائلا: تشيلي منتخب صعب وأنه من أفضل المنتخبات من الجانب الخططي في الملعب وأنه أقوى خصم في البطولة. كشف المدير الفني الإيطالي لفريق بايرن ميونخ الألماني كارلو أنشيلوتي أن الميركاتو الصيفي ما انتهى بعد بالنسبة للفريق البافاري، مؤكدا إمكانية تدعيم الفريق بلاعبين جدد. أنشيلوتي قال: أنا سعيد جدا بالقائمة الحالية، وتعاقدنا مع 4 لاعبين جيدين، ولدينا الوقت حتى 21 آب لنضم لاعب أو أكثر بالمستقبل. وأضاف: فتوجد حاليا الكثير من الشائعات، ولدينا خيارات كثيرة وقادرون على الاختيار بينها، وفي هذه اللحظة السوق مجنون، ولكن بايرن ميونخ ليس ناد مجنون. أليكسيس سانشيز لاعب عظيم ولكنه ليس الوحيد بالنسبة لنا، وسوق الانتقالات مفتوح حتى نهاية الشهر.
أكد سويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للفوتبول أنه التحقيقات جارية بشأن ادعاءات المنشطات بكرة القدم الروسية، وأن الفيفا على تواصل دائم مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. وقال إنفانتينو: ضمن العديد من الأنباء على الشائعات، ولكن هناك بعض الحقائق أيضا، في إشارة إلى أنه نتائج فحص جميع العينات يلي أخذت من لاعبي كرة القدم الروس إجت سلبية. وأضاف إنفانتينو أنه الفيفا لن يتساهل على الإطلاق بمكافحة المنشطات، وأنه رح يواجه أي تلاعب بعقوبات صارمة. وكانت تقارير كشفت عن تورط 1000 رياضي روسي على الأقل ببرنامج ممنهج لتعاطي المنشطات بروسيا. إلى أخبار التنس، حيث توج اللاعب الصربي نوفاك جوكوفيتش بلقب بطولة إيستبورن الدولية بعد فوزه بالمباراة النهائية على الفرنسي غايل مونفيس بمجموعتين من دون رد وبنتيجة 6-3 و6-4، إذن ليتم تتويج الصربي نوفاك جوكوفيتش بلقب هالبطولة. بدورة أحرزت التشيكية كارولينا بليسكوفا بلقب بطولة إيستبورن أيضا الدولية بفوزها بالمباراة النهائية على الدنماركية كارولين فوزنياكي بمجموعتين من دون مقابل وبواقع 6-4 و6-4 لتكمل التشيكية تألقها هيدا العام. ختام نشرتنا الرياضية، أخبار جديدة بنشرة 7:30، إلى اللقاء. وفي ختام نشرتي من الميدان، هذا تذكير بعناوينها: قتلى وإصابات في حريق كبير في مخيم للنازحين في البقاع. بكل الأحوال هذا حكي ما بيعبر عن موقف الدولة اللبنانية. الحريري يرفض استيراد حرس ثوري وميليشيات ويقول: مسؤوليتنا تأمين الاستقرار والازدهار للبلد. عشرات القتلى والجرحى في سلسلة انفجارات في دمشق، والنظام يعود استخدام غاز الكلور في زملكة. وتابعنا في الرياضة: مباراة نارية الليلة بين ألمانيا وتشيلي في نهائي كأس القارات لكرة القدم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. موفقين في دبرتكم دوما. موفقين. ما عايش في لبنان وبرات لبنان يلي بيفكر انه بيقدر يشطب تيار المستقبل.